مش في ثنيتي، راه مش هز الاخر في ثنيته، معنا في كل حالات مش هز وحده. في العادي تخرج 5000 فرنك، في الابليكاسيون تخرج 8000 فرنك يقبلها. هي بالقانون 33 ماهيش قانوني، انت كي تعرفها بالقانون 33 ماهيش قانوني، علاش تعطي في باتين؟ وزير النقل السابق استعمل الابليكاسيون، سجل الابليكاسيون وتوقت ابليكاسيونات، يقول لك احنا نحبوا التكنولوجيا. رئيس الجمعية الوطنية للنهوض بالنقل، نقل الماء. تو انت تحكي على النقل ونقص في وسائل النقل بصفة عامة. معنى انت كي تحكي على تلامذة تحكي على فئة ضعيفة. الفئة الضعيفة راهي ما تستعملش التاكسي. تستعمل كيرا. وأصلا الكيران ما فماش. انت كي الكيران اللي تقدم فيها من الإدارات، مثلا الإدارة الشركات، تقدم في بريسك في ديكارت غريس. عندي ما فماش. هي أصلا الشركات باش تصلح كار. هي شنو هي الترانسبور؟ ترانسبور في تونس راهو مجعول في قوتو في شركة نقل تونس ترانستي. هي العمود الفقري تاع البلاد تاع تونس، من المترو والكار الصفرا نسموها. انت لكان انت هذيا ماهيش موجودة، انت متروات مش موجود. الكيران تقول انت ما يقفش كار تعمل تراجي، معناها تعمل 10 كيلومتر وتمشي وتجي بشوفير واحد. هي الدولة ماهيش، معناها مش نقولوا الدولة، معناها المجموعة الوطنية مش موفرة، مش موفرة ترانسبور. سبب فلوس، المال وقوم الأعمال. أنت تجي اليوم تجي أنت لشركة النقل تسال مثلا الوزارة المداخلة في فلوس، أعوان نتاعها ما يركبوش بكونفونسيون مع الكيمة الشؤون الاجتماعية، وزارة العدل في السجون، عندك الديوانة والداخلية والحرس، معناها ثم دي كونترا مش مخالصين. شوف هي متكار مستعملة ترقيع، هي راهي كلها ترقيع، معناها هي ترقيع. لكن المشكلة وين؟ المشكلة وين؟ هي الفون تاع الشركات اللي باش تعاون. تو انت تاكسي عندك 17000 تاكسي في تونس العاص، تاكسي فردي برا. وعندك قرابة ما نعرفش تقريبا، الجماعي ما عنديش بالضبط قديش بالضبط، هم اما عندك كم من هائل ومش مززي. انت تقول وين المشكل؟ بالنسبة للابليكاسيون بولت، راهو انا نعطي الحرية للناس الكل، الناس الكل مضرورة. واللي يستعمل في الابليكاسيون، ثم ناس يقول خلينا نحب نستعمل الابليكاسيون. انت تحب ما تستعملوش الابليكاسيون، نحى من تليفونك. تو انا ما كتاكسيس ما عادش تطلع لي في التليفون. بينتنا شنو؟ بينتنا كومينيكاسيون. هي بالقانون 33 ماهيش قانوني. انت كي تعرفها بالقانون 33 ماهيش قانوني، علاش تعطي في باتين؟ ما هي شوف هي تبقى القانون وتنظيم الطرقات تاع النقل ماهيش قانوني. انت ما دام الدوله معناها عارفها مش قانونيه، علاش تعطي في باتين؟ تحلوا في باتين. انت لا كان تعرفها وتتعارض مع القانون، كي قانون يتعارض مع قانون شنو نعملوا هنا؟ معناها وحلنا، معناها التاكسي هز الفاتوره والمواطن هز الفاتوره. قاعد تفهم فيا ولا ما تفهمش؟ ما نحبش نهز روح. راهي تبقى القانون 33 والقانون منظم قطاع النقل. كي نحكوا على القانون تنظيم قطاع النقل العمومي، الغير منتظم وغير منتظم، غير قانوني. انت كي تشوفها انت ما غير قانونيه، علاش تعطيه انت في باتيندا وتحلو في شريكه وستاتيو وتوافق له؟ وزير النقل السابق استعمل الابليكاسيون، سجل الابليكاسيون وتوقت ابليكاسيونات، يقول لك احنا نحبوا التكنولوجيا. وحتى في بالي المجلس الوزراء مش صادق عليها التطبيقات توي. هي ما نظمها لي، ما تخليهاش تو مازالت بيانتوري مش تنظم، مش تولي يقل حتى الاسعار، مش يعطوها، لازم يعطوها اطارها، يعطوها تولي مراقبه من الدوله. الدوله هي تحط على هيدا، مش انا تخلي كجمعيه ولا نقابه ولا تاكسي تحط على هيدا. انا ما عملي التاكسي شي يقول لك جاتني كورسه من تونس مثلا لريانا، في العادي تخرج 5000 فرنك، في الابليكاسيون تخرج 8000 فرنك يقبلها. 8000 فرنك ياخذ منها الاخر في دينار، وتبقى 2000 فرنك حتى مو في مكتوب. احنا بينا ما لقيناش لا محل. الحل الوحيد انا راه كل مواطن ينحى من تليفون. تو ترجع التاكسيات عاد نهار ما يلقاهاش في تليفونه تو يرجع يخدم عاد. اما هو كيحل الابليكاسيون ويشوف الكليون، ما انا عنده كليون في هو مازال هنا، ويشوف الكليون مثلا في الباساج
يقبلوا بالابليكاسيون وما يعرفوش يمشي له بار ابليكاسيون، واللي كيحل تليفونهم عاش يلقيه تتنحط وما ترجع مسيرة عادية. يعني نقول انت ماك تحب انت تحب تقل تحب تحبس الابليكاسيون سي، كل مواطن خليه التاكسي راكبه مركب الابليكاسيون. شنو العلاقه ما بين العلاقه ما بيننا هو شبكه اتصالات من بعيد عن بعد، ابليكاسيون ما بيناتنا. انا كي ما نحلش بالابليكاسيون في ما كومانديش تاكسي بالابليكاسيون والناس كل ما تكومانديش ما عادش تطلع له على التليفون، تو يضطر يخدم عاد. شوف لا كان مش في ثنيتي راه مش هز الاخر في ثنيته، معناه في كل حالات مش هز وحده هو ديجا هذه يسمى امتناع نقل حريف فيه محض. اما كي تحكي انت للعام لكن ما هز هذاك عمر راه مش هز عمار، معناه في كل حالات هو لكان تخلى فيني ما هزش لورا باش هز فين. ما هذه المشكلة انت تحكي لهنا علاش معناه يخلط اول كليون لازم يهز ما هذا ولا حبست كذب وعنده الحق اليوم عنده الحق. والتاكسي زاد راهو مشكله زاد اليوم الكلفه باهظه، مش مبرر له راهو ما مبررلوش انا الكلفه باهظه. انت تصور انت قبل الثوره كانت القرار الامتياز الجبائي كان ياخذ في 20%، تو القرار الجبائي 7 ولا 6%، انا نورمال ما يزيد نقص المزود. وقت القرار كان قوي الامتياز الجبائي، الامتياز الجبائي كان قوي المزود كان ب 700 وب 750 المزوط اليوم العادي 18% بريس. معناها كيفاش باش نرق خليه زاد زاد عنده اهل زاد خليه يخدم معناها يخدم باش يخدم الموتور يهز العباد وما يروحش وما يفضلش فلوس ولاده يصلح به. انت مش بولونه مش تبدلها مش تبدل قطعه صغيره تشريها ب 20000 الميكانيكي يقول لك اعطيني 50000 وزيد هو من الفوق زيد ينقب نهار. احنا ما ثماش معادله اجتماعيه. اقول احنا قلنا طلبناهم في امتيازات جبائية على الأقل في ناخذ القطاع الغيار بدون أداءات، نقصني بالكارت غريز نقص الأداءات حنخلص أنا عاوني، خاطر أنا التاكسي راهو ماهوش يخدم لحسابه راهو يخدم يقدم في خدمة اجتماعية. والتاكسي أنت اللي تحكي به تاكسي معناه راهو هو مضرور ماله لا عبد زاد خدي سمح تخدم خدمة مش خالصة، تنجم تخدم خدمة مش مخلصاتك. نحكي على المواطن الزوالي مش نعرف الناس كل ماهيش خالطة. مين يزمك اللي هنا يزمك تلقى حل تلقى حل تلقى حل كيفاش تعدل به الموضوع. طلبنا احنا عدة حلول واقترحنا وفرونا. انت تجي اليوم الفلاحة الفلاحة والصناعة الفلاحة عندها لابيا والصناعة عندها لابي، علاش ما نخلقوش إدارة كنهوض بقطاع النقل تنهض بقطاع النقل مول كيما لابي ولا بي تعطي دي بريفيليج. علاش انا خاطر كان كي ناخذ قطعه للتاكسي ناخذ قطعه للتاكسي مو على الاقل تعاوني على الاقل بريفيليج ما نخلص الكمبيالات كمبيال. شوف باك باك اقل كمبيال 13% واقل كهرباء اقل كهرباء ب 67 80 مليون وعلى 5 سنين كيف شو خلص اعطيني يعني. وخليف ما خليف مش تعمل لها الفيديو نتاعها خليف ما تطيح لكومبان خليف ما تصلح لا يقدر لا ساعة واحد تطيح له اكسيدون مع هذيك خليف اللي كان منعهم الاكسيدون سلك. وما نحكيش على البركاجات البركاجات اللي صايره للتاكسيات زاد مش على التاكسيات وسائل النقل كلها تعاني بركاجات. على الاساس انت رفعت لي في الوسائل البتروليه الجازوال وما زدنيش هي زاد هو مو زاد عنده تكاليف ما تخلصوش عاد يخليها الكهرباء في الدار وكهو. احنا ما قلنا معادله اجتماعيه عدل اجتماعي اللي تو احنا على الاقل اعطيناه وقدمنا مقترحات. راهو السعر اللي ياخذوا النقل العمومي اصحاب النقل هذوما سواء كار ولا كا ولا تاكسي جماعي ولا فردي ولا لواج حطهم في مربع خاص تحطها في مربع خاص الدولة تنجم سيستم تحطها في مربع خاص تعطيهم دي بريفيليج تصرف هي وتخلي حتى كي تزيد هاكا عنده تزيدوا من بلاصه تنقصوا من بلاصه. هما ذير تزيد من بلاصه تزيدوا من بلاصه الاخرين مش يخلط هو كيلومتر ب 500 فرنك اللي كان قبل اللي خلصته ما عادش يخلص راهو إترة المزوت معناها إترة المزوت 18% إترة المزوت تمشيك في 10 كيلومتر 12 كيلومتر إترة نقولوا 15 ايه طبعا انا قداش تهزك انت ساعة ساعة في الامبوتياج تاكلها كي تبدا في الغسرة مبلعة بالامبوتياج تاكلها
المشكلة هنا لازم نعالجوا، لازم الناس الكل نقعدوا على طاولة واحدة تنفض المشكلة. وطلبنا عدد جلسات، عيطونا، عيط الأطراف المتداخلة، خلت تتجمع الأفكار. كي تتجمع الأفكار تلاقوا حل راه ساهل، راه شفت الأبليكاسيون ماهيش مشكلة عندي، نجموا نحلوها.